وينضم إلينا من عمان للحديث عن أسباب تدني المستوى التعليمي والثقافي في العراق وحلوله أخيراً على مؤشرات الجودة معنا حارث الأزدي، مسؤول قسم الثقافة في هيئة علماء المسلمين. أهلاً بك أستاذ حارث. بداية، العراق خارج نطاق التقييم العالمي لمعايير جودة التعليم العالي، ما الذي أوصله إلى الوضع الحالي؟ حياكم الله، مرحباً بكم. بداية أقول من البديهيات المسلم بها أن القضاء والتعليم هما الركيزتان الأساسيتان في نهضة أي مجتمع. أي أن ترسيخ العدالة وبناء الإنسان هو الهدف ليكون قادراً على تحمل المسؤولية والنهوض. انظر إلى المتحكم بهاتين الركيزتين لتعرف من يكبلهما. الذي أوصل العراق يا سيدي تحكم الفكرة الحزبية الضيقة، الاستحواذ على السلطة ممن لا يجيد أيضا قيادة نفسه، عدم القبول بالآخر، الفساد المالي والإداري، انعدام المدخلات التعليمية والتواصل المعرفي مع المنصات العالمية، اعتماد مبدأ الولاء بدلا من الكفاءة والرصانة، استبعاد الكفاءات العلمية يعني والإدارية، واعتماد الكفاءات القشرية إذا صح التعبير، التي ليس لها من محتوى تقدمه للمجتمع. هذا الذي أوصل العراق إلى هذه الحالة الدركية السفلى من التعليم. سيد حارث، تتابع خروج العراق من المؤشرات العالمية، ألا ترى أن هناك مخططاً مقصوداً لاستبعاد أصحاب الكفاءات العلمية داخل العراق ممن يقومون على شؤون هذه البلاد عنوة؟ والله حقيقة أنا أقول بعيداً عن نظرية المؤامرة سيئة السمعة، لكنني أرى أن ما جرى في العراق ويجري اليوم هو مخطط مدروس ومرسوم، محدد الانطلاقات، معروف الأدوات، لأجل غايات يصح القول يعني فيها أنها دركات من الظلامية والانهزامية والتجهيل المقنن المفروض على الشعب العراقي. فلذلك تجد أن ليس اعتباطاً أن يصعد الجاهل، وليس اعتباطاً أن تبعد الكفاءات، وليس اعتباطاً أن يحارب المتميز، وليس اعتباطاً أن تقبل شهادات أو رسائل جامعية بمستوى الحكاية والقصص الشعبية. طيب، على المستوى التدريبي ووسط كل هذه المزايا التي يتمتع بها العراق كما تعلم سيد حارث، يعني ما الذي يمنع من تدريب أصحاب الكفاءات وتطويرهم؟ حقيقة العراق كما تعلم يا سيدي، العراق ولاد بالكفاءات والعقول الفذة، ومستوى ذكاء الشعب العراقي مشهود له يعني وفق التقارير الدولية أنه من أذكى الشعوب. استبعاد الكفاءات تدريبا وتوظيفا هذا منهج مخطط له من قبل القائمين المتحكمين على رأس السلطة في البلد، كلهم أجمعوا على أن تكون هذه الكفاءات خارج إطار الفعل في المجتمع. لذلك تجد أكثر المتصدرين الآن هم من يعني أتباع الأحزاب، أتباع الميليشيات، أتباع أخذوا هذه المناصب لكنهم لا يجيدون يعني أن يعطوا أو يخرجوا لنا منتجا حقيقيا من الممكن أن نتحاكم إليه. لذلك تجد أن الكفاءات التي من الممكن أن تدرب وأن توظف تستبعد تماما عن المشهد. لكن ما الذي يمنع الحكومة من وضع خطط إنقاذية لتفادي الانهيار المستمر وحتى يصبح التعليم الحكومي بمستوى التعليم الأهلي مثلا؟ ليس في وارد الحكومات، وهذه معلومة يعني تكاد تكون يعني من البديهيات أصبحت، ليس في وارد الحكومة، حكومات الاحتلال المتعاقبة، أن تعمل على يعني رفع مستوى التعليم. الإبقاء على الجهل، الإبقاء على التسطيح، الإبقاء على المدارس المتهالكة، الإبقاء على الجامعات غير الرصينة، يعني إنتاج التعليم الموازي أو التعليم الخاص، التعليم التجاري، هذا كله
يعني يؤكد على الهدف المرسوم لتجهيل العراق وجعل الكفاءات خارج إطار الفعل الحقيقي، وكذلك إخراج كفاءات قشرية من دون محتوى. طيب، للنهوض بالمشهد التعليمي وفي ظل التقاعس الحكومي المستمر، ما هو الدور الذي ينبغي على المثقفين لعبه مثلا والقيام به لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من مسيرة أجيال تتعرض إلى الضياع؟ نعم، عودا على مسألة التعليم الخاص والتعليم الحكومي، التعليم الحكومي في كل بلدان العالم يعتبر أعلى وأرقى وأكثر متانة وأكثر رصانة من التعليم الخاص. الآن أنشأوا التعليم الخاص لأغراض تجارية ولأغراض يعني تسهيلية لمن لا يستطيع أن ينهض بالمرحلة التعليمية. فلذلك تجد أن أغلب المدارس اليوم، أغلب المدارس تقوم على أساس منح الشهادة مقابل مبالغ مالية. فلذلك تجد أن اليوم المجتمع في حالة انهيار، والطلبة أيضا كذلك في حالة خمول وعدم رقي. طيب، باعتقادك سيد حارث، هل هناك تعمد لتغييب الدور الرقابي فيما يتعلق بالنظر باستحقاقات الشهادات الجامعية والدرجات العليا المستحصل عليها؟ هل هناك تعمد لتغييب النظر في حقيقة هذه الشهادات، خصوصا أننا نجد بعض من يتولى إدارة مؤسسة أو يكون عضوا في حكومة أو في برلمان وحاصل على شهادة مشكوك في أمرها؟ نعم، هذا منهج متبع من قبل الأحزاب التي جاءت بعد الاحتلال، جاءت بمن يواليها بشهادات غير رصينة وغير معترف بها، أوكلت الآن إلى مديريات اعتماد الشهادات بقبولها ومعادلتها. لكن ليست المشكلة هنا، المشكلة أن هؤلاء الذين يحملون هذه الألقاب العلمية هل يستطيعون قيادة العملية التعليمية؟ هل يستطيعون النهوض بحالة المجتمع التعليمية؟ هل يستطيعون أن يعطوا منتجا ثقافيا علميا فكريا للنهوض بحالة المجتمع؟ أكيد لا. لكن التركيز على اللقب العلمي فقط، لا أكثر ولا أقل. طيب سيد حارث، بحسب اعتقادكم وتقديراتكم، استمرار هذا التراجع في المسيرة التعليمية والمؤسسة التعليمية في عموم العراق، باعتقادكم كيف سينعكس على مصير الأجيال القادمة؟ والله يا أخي، الصورة يعني سوداوية، والنظر إلى المستقبل قد يكون القريب سيكون هناك منتجا يعني تعليميا بائسا. سيكون هناك طبيب لكنه غير كفؤ، سيكون هناك مهندس لكنه غير قدير، وسيكون هناك صيدلاني لكنه لا يصلح أن يكون عشابا، سيكون هناك حملة شهادات بتخصصات مختلفة لا يستطيعون إعطاء درس في تخصصهم. فالحالة سوداوية بدءا من الابتدائية وليس انتهاءا في الدراسات العليا في الجامعات. الوضع سوداوي حقيقة. الأستاذ حارث الأزدي، مسؤول قسم الثقافة في هيئة علماء المسلمين، كنت معنا عبر سكايب من الأردن، شكرا جزيلا لك.